مرحبا. أطلق الفنان الإماراتي حسين الجسمي أغنية رومانسية جديدة بعنوان روح العشق، وهي من ألحانه وغنائه. وتعاون الجسمي بكلماتها مع الشاعرة العلا، وطرح حسين الجسمي الأغنية على طريقة الليركس فيديو عبر يوتيوب. نسمع هالمقطع سوا. عيدك اللي مر قلبي وكل منا في بلد. من ناحية أخرى، طرح الفنان هاني شاكر أغنية جديدة بعنوان حتعدي، وهون قصد فيروس كورونا. حتعدي والله لا تعدي، اتقل وحتحلى وتحدي وحتبقى بعد توقف طويل عن تصوير مسلسل أسود فاتح بسبب أزمة كورونا من ناحية، وابتعاد الفنانة هيفا وهبي عن العمل بسبب المشاكل القضائية اللي عم بتواجهها مؤخراً من ناحية تانية، بدأ التجهيز لاستئناف مشاهد العمل بين مصر ولبنان لمدة بتزيد عن شهر ونص. مسلسل أسود فاتح من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل وبطولة هيفا وهبي، روجينا، أحمد فهمي، معتصم النهار، وبدور أحداث العمل بإطار اجتماعي فيه كتير تشويق. هيدا كان كل شيء.